تظاهر حوالي 200 شخص في مدينة سياتل الأمريكية اليوم من جديد ضد المشاريع النفطية لمنصة تابعة لشركة شيل ترسق بلد سواحل المدينة استعدادا للتوجه إلى القطب الشمالي للتنقيب هناك. احتجاجات تأتي بعدما سمحت الإدارة الأمريكية منذ أيام لشركة شيل التنقيب في القطب الشمالي. ويقول أحد المتظاهرين: نحن هنا لتوجيه رسالة لشركة شيل، لا نريد منصتهم هنا ولا نريدها أن تنقب عن النفط في القطب الشمالي، نريد أن نبدأ المرحلة الانتقالية نحو اقتصاد دائم لا يقوم على الوقود الأحفوري. مظاهرات تأتي بعد تظاهر المئات من نشطاء البيئة والمعارضين لهذا المشروع يوم السبت الماضي في مجموعات موزعة على عدة زوارق مطاطية جابت مياه ميناء مدينة سياتل الأمريكية احتجاجا على مشروع العملاق النفطي شيل للتنقيب عن النفط قبالة سواحل ألاسكا في المحيط المتجمد الشمالي، والذي يثير غضب منظمات الدفاع عن البيئة.